قام سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعه بجوله تفقديه للاطلاع على مشاريع الوزاره في مدينه حمد. وخلال الجوله اطلع الوزير على مراحل مشروع تطوير ممشى 1209 مؤكدا ان نسبه الانجاز في المشروع بلغت 60%. إذ يمتد على مساحة تزيد عن 11 ألف متر مربع وبطول يتجاوز 920 متر وقال سعادته إن الوزارة حريصة على تعزيز المرافق الخدمية بمختلف محافظات مملكة البحرين بحيث تتضمن مجموعة متكاملة من الخدمات وفق أحدث المواصفات والمعايير